كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات حاصلة في موعدها وأن تحالفات الحزب مستمرة. هذا ما أكده نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خلال المهرجان الذي أقيم لإطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله في الجنوب تحت شعار نحمي ونبني. ولفت قاسم إلى أن لا خيار أمام الجميع إلا معالجة المشكلات التي تطرأ بأخلاقية واحترام. إن شاء الله تسير الأزمة الأخيرة إلى طريقها في الحل المناسب، وقد بدأت بعض مؤشرات الحلول الإيجابية، ومشهد اللقاء في بلدة الحدث الذي جمع حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، مشهد الذي سيبقى شوكة في عيون أولئك الذين بدأوا ينظرون ويتحدثون بأن الخطر الكبير جاء على لبنان وأن التحالفات ستسقط من حول المقاومة بسبب الحادثة التي جرت. أقول لهم موتوا بغيظكم، تحالفاتنا باقية وعلاقاتنا متينة، لا تهزها بعض الأحداث أو الأخطاء. فمن باع نفسه لله تعالى ومن بنى تحالفاته على قضايا كبرى لا يمكن أن تهزه بعض المشاكل التي يمكن معالجتها. فأطمئنكم يا أهلنا وأعزتنا، تحالفاتنا مستمرة لا يخدشها شيء. وجدد قاسم التشديد على أهمية قانون الانتخاب النسبي الذي لا يقارن بالأكثرية، والذي عده أفضل بمئة مرة من كل القوانين الأكثرية في لبنان منذ 100 عام وحتى اليوم، لجهة إلغائه للبوستات والجرافات التي توصل أشخاصا لا يمثلون الناس أو يمثلون نصفهم في أحسن الأحوال. فيما القانون النسبي يمنح كل من له حيثية فرصة ليتمثل في المجلس النيابي ويأتي بالوجوه الجديدة إلى الندوة البرلمانية.